مشهد الآن، كل يوم من 11 الماضي ساعة لتكتمل الصورة. وتو 11 و16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مثل هذا التوقيت باش نمشيو بطبيعة الحال لحديث الساعة مع نعيمة. شنو يحكيو التوانسة على مختلف المنصات وحتى في الشارع بينت بعضنا. نعيمة صباح النور ومرحبا، أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم، صباح النور مستمعي الإذاعة الوطنية. التوانسة أكيد اليوم ما يحكيو كان على أضاحي العيد، على شنو باش يحكيو؟ على علوش. قاعدين نقراو هكايا نشوفوا اللي فما برشا عباد ولات تمشي للززارة باش يكمنديو اللحم للعيد. هذو مش يضحيوا، مش باش يضحيوا نظرا لارتفاع الاسعار. هذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم. موضوعنا الاخر هو افتتاح المحطه النموذجيه اللي صارت البارح في ولايه زغوان. هي محطه نموذجيه للتطهير، هي الاولى من نوعها في تونس والثالثه على المستوى العالمي، نجم نعتبره انجاز وطني جديد باش نحكيو عليه. كيف الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، وهذه موضوع ما يحبوش ياسر شهاب باعتبار يرتبط بالرقمنة. علاش هو كأني أنا محسوب ضد الرقمنة؟ لا لا، لأنه ما تبدأ منظمة مش محسوب، لأنك ديما تتغشش كي نحكي على هذه. مش رقمنا رقمنا، مش رقمنا رقمنا. هي شركة تونسية للكهرباء والغاز أطلقت خدمة إلكترونية جديدة لفائدة حرفائها لخلاص فواتير الكهرباء والغاز عبر جهاز الدفع الإلكتروني TPU هذيك. وباش نحكيو زاد الموضوع كنا باش نحكيو فيه البارح، لكن موضوعنا مع سي معز شفرة رئيس جامعة المنار كان عميق جدا ومشوق الحق. ما حكيناش على الشونغيل في تونس، باش نحكيو عليه اليوم. كل هذه المواضيع باش نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. بداية تحديث الساعة لليوم كيف ما قلنا بأضاحي العيد، باش نشوفوا شنو هو الإشكال، علاش الفلاحة ما التوى ما باعتش العلالش متاحة. حاولنا أنا وشهاب الحقيقة نتحصلوا على حد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري باش ناخذوا وجهة النظر متاحهم، باش نعرفوا منهم لوين وصل، خاصة وقت اللي نتحدثوا على نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، اللي وقتها صار تصريح أنهم هما باش يحدوا وينقصوا شوية من الأزمة هذه متاع غلاء أسعار الأضاحي العيد. مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان صرح السبت اللي فات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إنه أضاحي العيد متوفرة والعدد متاعها يتجاوز الاحتياجات التونسيين، واعتبر إنه رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الفارتة هي تبقى حسب تعبيره هو معقولة بالنظر إلى كلفة الإنتاج وجودة القطيع. قال إنه الزيادة المشتة في الأسعار هذه ترجع لارتفاع كلفة الإنتاج اللي تكبدها الفلاح. هذا الكلام نحن نحكيك في التصريح، كلفة الإنتاج مش جديدة، كلفة قال الإنتاج. إنه هاوش نعطيك هو شنو أعطى أسعار. قال إنه أسعار الخرفان اللي يقل الوزن متاعها عن 40 كيلوغرام تتراوح بين 800 دينار و 1300 دينار، وحسب ترجيحه هو إنه نسبة عزوف التونسيين عن شراء الأضاحي تتجاوز 30% المسجلة السنة الفارتة، معناها نسبة العزوف ارتفعت على السنة الفارتة. هو 160 راهي مش 30، هو قال تتجاوز. أنا هذا نحكيك في تصريحه هو حسب تصريحه اللي بكلتوس فريق الأنباء. احنا الحق حاولنا نتحصلوا على حد، معناها باش نحاولوا ناخذوا من عنده، ما تحصلناش. قال انه رغم تفوق زاد العرض على الطلب انه اسعار الاضاحي تشهد ارتفاع في حدود 5 دينارات للكيلوغرام الواحد مقارنة كيف بالسنة الفارتة، واللي هي حالة اعتبرها استثنائية. وقال زاد هذا يعود إلى عدم اتخاذ القرارات اللازمة للضغط على كلفة مستلزمات ومدخلات الإنتاج. كيف أشار إلى أن التفاوض مازال قائم بين الاتحاد وكل من وزارتي الفلاحة والتجارة لتحديد السعر المرجعي لبيع الأضاحي اللي بلغ السنة الفارتة 17500 للكيلوغرام الواحد. هي كلفة الإنتاج راهي مرتفعة حتى من العام اللي فات، يعني مش كان من العام هذا. الإشكال وين الإشكال؟ وأنه ما فماش
علاش علوش؟ يعني الاعداد غير كافيه ومن اكثر من مصدر، يقول لك ما فماش علوش من اصله، يعني حتى نحكيه على نقاط البيع من المنتج الى المستهلك. حسب تصريح نائب رئيس اتحاد الفلاحين يقول لك العرض باش يكون اكثر من الطلب وموجود، وكي نقولوا العرض اكثر من الطلب معناها هذه قاعده في الاقتصاد، يقول لك يبدا العرض اكثر من الطلب الاسعار تطيح. قول لي كلفه، نقول لك لا ماهيش كلفه. او شيء في الفتره الاخرانيه وزاره التجاره نقصت في عديد الاعلاف في اسعار الاعلاف. والحاجه الثانيه السنال علوش كومبارازار اللي باش يعيدوا عليه السنال عمره 6 اشهر واكثر شويه، معناها كلا جزئيا بفمه. وكي تجي تحسب ماكلته للاعلاف قداش في الشهر؟ 50000 60000، معناها 6 اشهر 300000، وقداش هذه الكل باش يجي؟ هذا الكل سبب هو التهييج. والناس كل عدلت على الاسعار اللي يبيعوا به الجزاره، واليوم كان المربين والفلاحه ما يبيعوش في العيد ويكون باسعار اقل شويه، خاطر الناس ما عادش مهتمه برشا بالاضحيه، كان ما يبيعوش توا راه على ليشهم كل باش يمشيوا للجزار، والجزار باش يمشيوا للموس، راه مستحيل يعطيهم السوم اللي تباع به هذا. احنا باش نعرفوا الاشكال نتاع المربين باش يخسروا، انا باش نعرفوا احنا شنو هي الاشكاليات نتاع مربي الاغنام. معنا سي بلقاسم المرزوقي مربي اغنام من سيدي بوزيد باش يوضح لنا شنو هو الاشكال معناها اللي صاير. سي بلقاسم صباح النور. صباح الخير. مرحبا. كنت تسمع في نجم انت وحكي على كلفه الانتاج بالنسبه لكم انتم كمربين نتاع اغنام. كلفه كل عام تتزايد. الاشكاليه مش سنة جت سنة وكاولك، الاشكاليه مش كان في الاعلاف هي زي. الاشكاليه في العلوش بحد ذاته ماهوش موجود، مفقود بين عملول وسنا ناقص برشا. وقت اللي احنا باش نشروا العلوش في راس العام وفي ديسمبر وفي جانفي وفي فيفري، وقت العلوش مفقود ما عندناش. احنا في العاده العلوش منين يجي؟ جينا متزاير، الزاير ما عادش معدلنا حتى شيء جمله. والعلوش من تونس النعجه اللي هي النعجه مش موجوده، اي ذبحت كلها الموس كلها الجزار يذبحوا فيها. صحيح. يعني المصدر بتاع العلوش هو النعجه، النعجه الفلاح ما بقاش حتى واحد. تو كي تمشي سي بلقاسم كي تمشي تو للرحبه ما فماش نعجه. ما فماش. هذيك الباز نتاعنا اللي احنا نخدموا عليها كل عام ما بقتش. يعني العلوش كيلو لحم اغلى، الجزار الاغلبيه عاد ينيح للنعجه يذبح. منين باش نجيبوا العلوش؟ هذه الاشكاليه راهي ماهيش العلفه، العلفه راهي يجي الفرق 50 دينار 60 دينار ماكس 100 دينار بين عملول وسنا، لكن الفرق راهو ماهوش شويه، الفرق راهو يقارب 300 ل 400 دينار بين عملول وسنا، راهو فرق كبير برشا. الاشكاليه الوحيده اللي كان يشري علوش جويد باش يربيه الفلاح كان يشري تقريبا من 480 500 حتى 650 700 ماكس. سنا ثم الفلاح اللي شراه حتى ب 950 و 900 دينار، يعني يعرفوا 5 شهور و 6 شهور. من عند شكون شراه سي بلقاسم قدامكم انتم مربين؟ منين تشريه؟ شوف هو في العاده الاغلبيه من الجنوب في الصحراء، وعندنا شويه في الوسط، وعندنا شويه في القروان، وشويه في الشمال. ما احناش مربين اغنام، حتى اللي ربي في 20 نعجه وفي 30 نعجه وفي 40 نعجه هذوك من دفروا، هذوك زاد كانوا مسكرين جانب كبير برشا، زاد هذوك نقصوا ما بقوش موجودين. هذا هو السبب اللي خلى العلوش يغلى. راهو برشا عباد نسمع فيهم يحكوا في الاذاعات الخاصه، يجي يقول لك التكلفه والقرط ماهوش صحيح. التكلفه باللي تزيد القرط وباللي يزيد على الشعير اللي ناخذوا فيه، وبالرغم انهم دعم وناقص صحيح، لكن ما يزيدش بها النسبه هذه اللي صارت السنه. راهي اشكاليه كبيره برشا، راهي الاشكاليه علوش ما ثماش، والعام الجاي العام اللي بعده واللي بعده ماش باش نلقوه جمله. يعني صحيح ثم زاد ثم اللي يخرج للتو للرحبه يقول لك العلوش موجود. اي علوش موجود وعمر 4 شهور و5 شهور ما يضحيش. صح. موجود لخاطر العلوش يحضر كان في مارس وفي افريل، ما عادش يوصل باش يوصل للعيد. واللي الفلاح المختصين اللي هم معروفين زاد كيف باعوا الغنم نتاعهم، خاطر زاد شيء من الدولة وشيء من الغلاء. وانت من بينهم سي بلقاسم المرزوقي، نعرفوا انه انت كنت مزود شركة اللحوم السنة، شنو صار؟ احنا شركة اللحوم تقريبا من عام 2000، عام واحد اللي هم عامين جابت وقتها في حكم النهضة جابوا من روماني، ما عدا العام هذا كل عام رسمي شركة اللحوم تاخذ مقارب من 3500 ل 4000، وصلنا حتى ل 4200 عملون. يعني الإشكالية وين؟ الاشكاليه في السوم بين اللي صار. لا انت ما جاوبتنيش سي بلقاسم، شنو اللي صار السنه انه اليوم انت ماكش تزود في شركه اللحوم؟ الخاطر السوم المقترحات وسوم الاشراف بعيد على التكلفه، مش حتى بعيد على بعيد على التكلفه. يعني المقترحين واللي هو 21 دينار والتكلفه تمشي من 22 ونص ل 23 دينار، يعني شيء بعيد على بعضه. ما نعرفش كيفاش يعني باش الاشكاليه، وكان جت حاجه قريبه يعني نجم الفلاح يقرب شويه وشركه ما عندهاش هامش ربح، تم تتنقص لين وصلت ما عندهاش هامش ربح جمله. يعني ما 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 ما
بالطرق الكل حاولنا اجتهدنا حاولنا بالطرق الكل نقول فارق كبير برشا. احنا راهو شركه اللحوم انتم برشا عباد انتم قداش طالبين؟ احنا السوم المقترحين بال 24 ل 24 ونص هذا كحد. لخاطر ثم نقطه اخرى مهمه برشا، راهو الميزان اللي تاخذ شركه اللحوم راهوش ماهوش الجبريل خشين برشا نتاع 70 و80 كيلو، راهو نعرفوا 80 كيلو 70 كيلو حتى ب 20 دينار يخلص. لكن السوم اللي تاخذه شركه اللحوم راهو ميزان وصلنا عملوه تنجموا يعني تاخذوا فكره من 28 كيلو حتى يكشل ل 55 60 يعني حسب الطلب. اما الاغلبيه اللي طلبوا 35 40 42 45 كل من الميزان ينقص كل ما التكلفه تطلع. سيب القاسم بربي سامحني تو هو عاده العلوش الحي يعطي شطر تقريبا اللحم هكا ولا لا ما يعطيش شطر اقل حسب ثم لا شوف احنا ما عندنا عندنا العلوش العربي عندنا العلوش التبار عندنا العلوش الغربي ثم المعدل معدل معدل يعني قداش يعطي؟ يعطي 48 48 ونص اقل من 50 معناها انا كي باش نضحي معناها باش تكلف لي كيلو اللحم اللي باش نشريه من العلوش باش تكلف لي اكثر من 50 دينار الكيلو طبيعي باش يكون اكثر. أي. احنا كيفاش ناخذوا؟ اول حاجه الجزاره اللي يذبحوا يكونوا متفاهمين، الجزاره اللي يذبحوا توا في العلوش راهو نسبه 50% راهم يذبحوا في لانس، هذه الاولى، والثانيه راهو مش كيما علوش باش تمشي تهز الجزار يذبحوا اللحم، كيما علوش العيد، العلوش راهو من النيا تخرج 40 كعبه، لازم يكون مقرى، لازم فيه شروط صحيه، لازم يكون فيه منظر وساقيه، يلزم كل شوي يكون متكامل من نواحي الكل. هو الحقيقه سي القاسم كلامك حتى لازم مكسر قرن مكسر عادي صحيح يعني. هو هو كلامك كلامك منطقي هذا في الاصل في الشيء، ولكن التوانسه راهو ما انا ناكد لك مش الكل يركزوا في كل هالتفاصيل اللي تحكي فيها وهذا مفهوم. علاش؟ لانه المقدره يعني الشرائيه معلومه يعني المقدرة الشرائية صعيبة. نعرف نعرف شوف أنا صدقني ساعات الواحد يحشم، أنا ثم عباد نعرفوها روحنا سنين ربي، ثم عباد نعرفوها ما يقارب 4000 شخص يجي كل عام يعيد من عندي، وليت نعرفهم بالوجه، يعني تليفوني ما يسكتش، يطلبك باش تخدم على شركة اللحوم سنة ولا باش تجيبوا شركة اللحوم العلوش، يعني باش تجاوبوا باش تقول له؟ تقول له راهي الإشكالية في التكلفة، ثم ناس يتعاملوا معنا صدقني يمكن وكان يجيش العلوش الكيلو ب 50 دينار ماهوش باش يمشي لبلاصة أخرى ياخذ منها. هذاك يقول لك أنا جربت علوش نعرف شنو هي العلفة، نعرف اللي هو مراقب المندوبية نتاع الفلاحة، نعرف من ديوان تربيه المشي بسيدي بوزيد شركه اللحوم تخرج له على فكره راهو ستاره من جازيه وراهم يخرجوا ويراقبوا ويشوفوا كل شيء على عينيه، يعني ما يوصل شركه اللحوم كان متعدي على قداش من اداره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يعني عباد نتعاملوا معها عندنا سنين رب. يعني بيجي انت تقول لا راهو السوم ما عرفش 21 دينار ولا زاد ما نجيبش، شنو هو ذنبه زاد هاك المواطن ياخذ كم شركه اللحوم؟ هو زاد قال لك انا ما ناخذش من برا، انا ناخذ بالميزان على الاقل اخويا انا ما نعرفش. ثم ميزان يحكم بيني وبينك. عندي 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا 40 كيلو علوش عجبني منظره هكا احلى في عيني نمشي نخف، وكل واحد ظروف. انا يعني نسمع ثم اللي يقول لك جوز ملين وثلاثة ملين واربعة ملين، والله العظيم برشا وسائل الاعلام يهولوا أي حرام عليك. انا حبيت نسالك حتى يعني هو من ربي زوال. خلينا نتفاعلوا معك سي بالقاسم. سي بالقاسم العلوش من وين لوين عندك انت؟ العلوش المزال ما بدلش اللي زال شوف مازال راهو 90% نحكوا العلوش ما يبدلش 90% ما بدلش السنون يعني بالنسبه لشركه اللحوم السعر راهو علوش ما يلزمش يكون مبدل. واللي مقترحينه سنا من 35 كيلوغرام حتى يكشل 55 هذا المقترحينه سنا يعني لابيل دوفر اللي عاملينه. بالنسبه للميزان على العلوش من 750 حتى يكشل 1200 1300 ياخذ علوش، اللي يحب ياخذ ب 700 ينجم ياخذ والله يعني اي تو سي بالقاسم راني نتبع فيك باش طرحت سؤال لاني عندي سؤال بعده. السوم اللي تحكي عليه ماهوش غالي مقارنه بالعام اللي فات. انا واحد من الناس من سيدي بوزيد وخذيت من سيدي بوزيد العام اللي فات ب 1300 يعني انت يعني تقولوا انه اليوم من 700 و750 حتى ل 1250 1300 معناها ما ثماش فارق كبير. احنا عندنا علوش 50 كيلوغرام في ال 24 دينار اللي احنا مقترحينها و24 ونص براتك 1200 دينار 1200 يعني كي نخرج للرحبه ونشوفوا الاسوام راهو فرق كبير برشا ما بين عملوا له ساعات. اي فرق كبير برشا. احنا راهو شوف راهو نخزروا البارشة وضعيه اللي هي ظروف المواطن، لكن زاد راهو فلاح، زاد راهو زاد راهو مواطن، زاد هو عنده عائله، وزاد راهو 8 شهور و7 شهور يخدم، زاد من الجمل زاد يخدم هكاك، اذا سنا ما يربحش، والعام اللي فات نقص، العام الجاي ما نقولش جمله، ايش عملنا وقت باش نولوا نوردوا من برا، وثم نقطه مهمه برش، برش عباد ما حكوا عليها ولا، وقت اللي في رمضان الدوله باش تستورد اللحم من برا، ايش حكوا؟ قالوا راهو اللحم يتكلف لنا ب 41 دينار. هل يعقل اللحم يجينا من برا؟ ارخص من اللحم اسمه اغلى من اللحم التونسي؟ نحكيو على اللحم المبرد سي بالقاسم. لا مش مبرد على اي ولو مبرد نورمال ما يكون اقل برشا، نورمال ما يكون اقل برشا.
هي هو لكن هو البقري تو يتباع اكثر من الكاكا برشا، يتباع ب 45 وب 46 خاصه في تونس العاصمه مش في مناطق الانتاج. انا عندي سؤال اخر سي بالقاسم، تو كان الفلاحه وماذا بينا احنا ما تصيرهمش مشاكل، كان ما نجموش يبيعوا كل القطيعه نتاعهم في العيد المخصص للعيد معنا وين باش يمشيوا بعد؟ باش يمشيوا للموس هكا ولا حرفش؟ لخاطر الناس اللي تصرح وتعطي في ارقام غالطه، ما عندناش مليون و200، ايه ما عندناش مليون و200 علوش، ما عندناش جمله. هاي الكلام هذا ماهوش صحيح، حتى غرفة القصابين هكا قال. لا 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 ماهوش صحيح، ماهوش صحيح. لا لا نحكي لك يا سيدي القاسم، حتى غرفة القصابين عندناش 800,000، غرفة القصابين زادت تشكك في الارقام. عندناش سيدي القاسم تو 800,000 مثلا، 800,000 ممكن، 800,000 راس ممكن، كل واحد حسب ظروفه. زاد مش معقول أن واحد عنده بيجي مليون ويحب ياخذ علوش نتاع 15%، مو هذا معقول. كل واحد وظروفه، هو شو موجود كل شيء ب 700 ب 800 ب 900 بالمليون ب 11%، حتى اللي يحب ياخذ زملين راه موجود. عندك البوا نتاع العلوش هي التحكم، وزاد راهو زاد هو شنو هي قربان الرب سبحانه، لكن زاد بالشاب المواطن اذا ما يقدرش ياخذ شويه لحم ومش مشكل، ماهوش فرض عليه زاد انه باش يعيد الاشكاليه تونسي ولا مشكلته تو في الصغار، يقول لك انا اخويا على جال صغار يلزمني نضحي، لكن زاد في حدود المعقول انه اما راهو نحاولوا الماكسيموم ان نوفروا ليش واكل، وكل واحد حسب امكانياته وحسب ظروفه. ولا هذا اللي المستانسه شركه اللحوم تعمل به كل عام، وصلنا حتى جبنا 28 كيلو عملوه 28 كيلو اللي نورمالمون ما تباعش بالميزان خاطرها تخسر برشا، وخدمنا زاد وحسب كوماندات نتاع عباد زاد يجيك عائلات نعرفهم بالاسم يجيك ظروف وسبحان الله ما توصلش. حاولوا نجتهدوا ونجيبوا له علوش، وصلنا الواحد يبقى بالساعه ساعه ونص وهو يلوج باش يجيب علوش ميزان 30 كيلو 32 كيلو 29 كيلو باش يرضي هاك اليوم هذاك وياخذ علوش. لكن زاد اسنام سي بالقاسم حسب ما فهمت من كلامك معناها شركه اللحوم ما خذتش من حتى حد. لا ما عندهمش، ما خذتش. عملوا لابيل دوفر، لابيل دوفر نهار 20 ماي، نهار 20 ابريل. ما جا حتى واحد. عاودوا نهار 13 ابريل. انا راني نتواصل معاهم كل يوم. علاش ما تفهمتوش في السومة؟ ما تفهمنيش، انا راهو نحكي مع سي طارق الجازي، راهو اشرى راهو سنين ربي. انا نتعامل معاهم راهو كاني دارنا، راهو وصلنا 20 سنه نتعاملوا معاه. يعني نعرفها شركه اللحوم من الاول للاخر، واش ثم واش ما ثمش، ونتواصلوا معاهم ونحاولوا هما بيدهم يجتهدوا شويه، لكن زاد المشكل هوني ما عادش وقت على العيد سي بلقاسم، مازالوا 16 يوم على العيد معناها. اي لكن سامحني ما لازمناش نغلطوا تونس، يعني ما فماش بوادر معناها انفراج بينكم وبين شركه اللحوم واتفاق كي باش تلقاو حل يرضيكم الزوز والمواطن يعيط. الحد الساعه هذه انا مد ايدي لحد الساعه هذه واستنيت من اخر لحظه وقلت لهم نحاولوا نجتهدوا، حاولوا ما لازمناش نخدموا بالخساره، ما هوش معقول باش نخدموا بالخساره، انه فلاح يضحي عن كامل، راهي ما عندكش فكره، هذه راهي عائلات عايشه منها الخدمه هذه، وراهي عائلات برشا تخدم في الخدمه هذه، زاد ما هوش معقول باش نرضوا طرف ونغضبوا طرف. أيه. ولا اللي نشوف فيه توا سامحني، اللي نشوف فيه توا في تونس يلزم حلي. خلوا الكوره بين شنو؟ بين المواطن وبين الفلاح. لازم واحد يتكسر باش الاخر يرضى. هو راهو ما يتفاهموا زوز اطراف الا ما تصير فيه نوع من التنازلات. انت تحكي وانه انتم طالبين 24 24 ونص، وقتاش قداش تنجموا تطيحوا كاقصى تقدير؟ كاقصى تقدير حسب الميزان، انك تحاول تجتهد تطلع في الميزان شويه وتحاول تطيح في السوم شويه، يمكن يعني 23 ونص 24 لحد 23 باهي 23 ونص ماكس، معناها راهو برشا وضعيات، راهي زاد ترونسبور وعلفه وبرشا وضعيات غادي، راهو ما عندش فكره، راهو مش كما بكري راهو العلوش نحطوه في شركه اللحوم كما مستنسين في الفتره نتاع بن علي وهما يتصرفوا يبيعوا، لا احنا راهو كل شيء على عينينا عملوه الاول تعملوا العون اللي تعدوا، احنا اللي نحضروا كل شيء، يعني هما يتصرفوا على كل شيء، هما اللي يتكفلوا بالميزان وبياخذوا الفلوس وكل شيء، لكن احنا حاضرين على عينينا كل شيء وتصير عملية الفرز ويصير برشا وضعيات، لكن الإشكالية نقطة سنان الحساسة هو السوم. احكي لنا شوية على سيب القاسم. سيب القاسم سامحني بربي نقطة أخرى، الولاية الثانية عندنا هي صفاقس، احنا بعد العاصمة عندنا صفاقس، نجم يخرجوا ويشوفوا الأسواق اللي من الدولة من 23 حتى 26 دينار، هل يعقل؟ يعني من 26 25 نطيح ل 21، معناها راهو ماهوش شيء ما يقابلش بعضه. وثم زاد سامحني ثم شكون مسؤول في التاز خرج قال الجزار يذبح في 20 دينار في كيلو لحم. يعني هذا يذبح 20 علوش في النهار يذبح في الكيلو 20 دينار معقول؟ وثم اللي يبيع اللي زاد في الحمد ب 32 وب 33، هو نسمعك يبيع ب 38 و 40 و 35، نسمعك طاح شويه العلوش لخاطر ظروف المواطن خرج من رمضان وظروفه تعبه، ما ثمش اقبال كبير برشا على اللحم، لكن في رمضان انا ناكد لك كل جزار يبيع في اللحم اقل من 45 دينار علوش انا نشوفه متحيل ومجرم، مش حتى متحيل. انا نراها هكا خاطر برشا يخلطوا في اللحم وهلكوا النعجه اللي هي المصدر نتاع العلوش ذبحت
حرام عليا زاد وضروا الفلاح في دار الوسط. وانت من المربين الكبار في سيدي بوزيد، احكي لنا شويه على الاقبال، بدا الاقبال على شراء العلوش في سيدي بوزيد. فما الاسواق بخلاف الاسواق الرسميه، فما اسواق اخرى بالمناسبه، يعني لو تقيم انت مقارنه بالعام اللي فات اقبال الناس، ولو انه مازال بكري شويه، ولكن حسب الجهه. احنا عندنا في تونس او مثال، احنا اقرب بلاصه لينا من سيدي بوزيد هي ولايه فاقس. ولايه فاقس تمتاز بحاجه واحده مقارنه بالولايات الاخرى، انه العلوش تجي تدفع افونس تلقاه عند كل واحد عنده فيرمه كبيره، يخلي ذا العلوش نتاعه ويجي مواطن ياخذ علوش ويدفع افونس، يشوفوا احنا العلوش في عينه، ياخذ رقم البوكل نتاعه ويدفع افونس ويمشي على روحه، انهارت الوقفه يخلص علوش، يعني يضمن عليه يمشي يخدم باله مرتاح. هذه ولايه فاقس فيها ميزه، تقريبا نقول لك ميزه على بقيه الولايات. فيها اقبال كبير برشا، تقريبا نقول لك يمكن نسبه 80%، يعني نسبه 80% من المواطنين اللي هما يقدروا في حال يعيط خذها علوش وضمن عليه مش على روحه. بالنسبه للولايات الاخرى مازالت العلوش مازال الاغلبيه عنده تجار. لو احنا عندنا في سيدي بوزيد عندنا حكايه اسبوعين، يعني بدات الاسوام، يعني طاحت الاسوام شويه وعاودت رجعت، وكمان في جلمه جلمه وسوق بير الحفي سيدي بوزيد الرقاب، يعني الاسوام بين الاسبوع اللي قبل والاسبوع هذا تم فرق ال 100 ل 140 دينار. يعني بين الاسوام الموجوده، لكن الاشكاليه تصير انا ننصح كل مواطن يحب يعيط يمشي ياخذ علوش، ما يخليش روحه للاخر، خاطر عملوا زاد نفس الاشكاليه وسناه راهو باش يكون عرض. وما تصدقوش حكايه 1,200,000 راهي ما عندناش من. انا ننصح مو نصيحه من الدين، كل مواطن يحب ياخذ علوش ويقدر يشري علوش وعنده لوكال وين يحط علوشه يمشي يشريه، ما يخليش روحه لاخر لحظه. خاطر راهي برشا ارقام غلطه ماهيش صحيحه، انا ناكد لك النقطه هذه بالذات. واضح بارك الله فيك. بقى ان شاء الله، وزاد راهي برشا نقاط اخرين، حكايه العلفه فما ولو اني ماهوش باش يكون الفارق كبير برشا، لكن بيعملوا له سنا ريت شكاره شعير 70 كيلو جرام ناخذوا فيها ب 31,500 تو حاليا ب 59 دينار و500 راهو الدوبل. هذه لازم زاد المواطن يشوفها وياخذ لها الدوله تقدرها. وزاد نقطه اخرى، الدوله قاعده تدعم باش نرفض الدعم، الدوله قاعده تدفع في فلوس الدعم، لكن راهو الدعم زاد ماهوش ماشي في بلاصته. صدقوني ماهوش ماشي، حتى التوزيع في العلفه في حد ذاته يعني بين الجهات ماهيش ماشيه في ثنيه صحيحه. واستنسنا تو هكا تشوفوا كل قطاع، يعني ما يدخلش رئيس الجمهوريه تبقى الامور على حالها في كل قطاع، تو تقريبا ولا ننسى انه رئيس الجمهوريه يدخل. نتمنى انه رئيس الجمهوريه فالنقطه هذه بالذات يدخل، بالاخص في حكايه الفلاحه وحكايه الفلوس، راي نقطه ثم نقطه اخرى مهمه. انا فلاح نمشي مثال بنزرت ولا راس الجبل ولا العاليه ولا ما نعرفش ولا الفوزر باش ناخذ علوش، يلزمني نهز فلوس. أنا عرضني في الطريق يقول لي الفلوس هذه مين؟ مشكلة أكثر من 5,000 دينار مشكلة. صحيح مش معقول، يلزم يستثنوا الفلاح والفلاحة والتجار، راهم لازم يستثنوا من الموضوع هذا، راهو ظلم كبير. أنا حبسته، نمشي أنا واحد من بنزرت نمد له شات باش ياخذوا عليا؟ ما ياخذوش وأنا ما نلومش عليه. راهي برشا نقاط صدقني مربوطة بعضها هي اللي تسبت في هالغلاها. لكن يخرج ويصارحوا الفلاح يقولوا الفلاح راهو العلوش عني يتكلف كذا كذا، ما تقدرش اخذ شويه لحم وحتى لين يفرج ربي ويحاولوا يجتهدوا، كان لازم يستوردوا من برا للعام اللي جاي والعام اللي بعده، يستوردوا النعجه وربوها مش مشكل. انا هاني فلاح بعد العيد، هذا بعد العيد، ما توا كل يد اخذت تخته وفات كل شيء، احنا توا كل يد اخذت تخته قبل بثلاث شهور اربع شهور ما عادش نجموا نوصلوا، على الاقل نخدموا العام الجاي والعام اللي بعده والعام اللي بعده باش ما نقعدوش في الاشكاليه نتاع اللي صار زياده وكل عام تزيد كل عام تزيد، تصرف من توا من العيد هذا يا خويا ما ينساش نضحوا العام هذا والعام الجاي نسوي حل من توا من اللحظه هذه نتصرف. هذا اللي نتصور، وانا وان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله الله يحرم وكل المؤمن. امين يا رب. امين هذا اللي نجم نقدروا عليه. ثم نقطه اخرى برشا، شايط من الفلاح ومشي في باله من الفلاح زاد راه مواطن عادي كيف الناس الكل، زاد هو راه وعنده عائله زاد يخدم عليها اكيد ويلزموا هامش نتاع ربح. اكيد بارك الله فيك. ان شاء الله شكرا يا سيدي. شكرا يعيشك سي بلقاسم المرزوقي ربي أغنام من سيدي بوزيد. باش نمشي والموضوع آخر، البارح تم افتتاح محطة نموذجية للتطهير، هي الأولى من نوعها في تونس والثالثة على المستوى العالمي بعد إسبانيا ولبنان. المحطة هذه تعتمد تقنية حديثة رباعية الأبعاد لمعالجة المياه المستعملة عبر تقنية حديثة، ساهم في تركيزها مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
وباش نتعرفوا عليها التقنيه هذه، خاصه كي نسمعوا اللي هي نموذجيه وثالثه من نوعها في العالم، يعني بعد اسبانيا ولبنان احنا في المرتبه الثالثه، اكيد نحبوا نعرفوا شنو هي وشنية الاضافات نتاعها وشنو اللي باش تمكننا، شنو باش تقدم لنا من اضافات. معنا عبر الهاتف مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئه سي فاضل المهيري. صباح النور. نهارك مبروك، مرحبا بك مدام، مرحبا بكل المستمعين. الله يخليك. سي فاضل، لو تقدم لنا للمحطة التطهير النموذجية هذه، شنو هي بالضبط؟ هي مدام جات في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار البروغرام ينيسي باستماد، مشروع أكوا سايكل اللي هي فيه معنا 7 شركاء. رئيس المشروع كان من اليونان، مركز أبحاث في اليونان، فمزوز مراكز أبحاث منهم واحد معروف بالقداء في الطاقات المتجددة وفي الفوتوكاتاليتيك اللي هي تعمل لاسبيك إنوفاسيون في وسط البروجي هذا من إسبانيا، وفما جامعة من طرابلس، من طرابلس بتاع لبنان. وإحنا في تونس فما زوج شركاء، مركز تونس دول التكنولوجيا البيئة ومركز البورصة الصدرية للسنتر نتاع المياه الخاص بالمياه. التكنولوجيا هذه معناها خدمة في إطار المشروع، وقاع تركيز جيد موجود على الانترنت ديجا، وموجود حتى بلاتفورم للتعليم نتاع التكنولوجيا هذه، عملت في اطار مشروع اكوا سايكل ما بين الشركاء الكوريكا والباحثين والناس اللي خدمت على التكنولوجيا لمعالجة المياه الملوثة الموجودة في المناطق السكنية قليلة العدد. احنا كما تعرف في تونس برسك الثلث نتاع البوبيلاسيون تاعنا رورال ريفية، دونك عندنا فوق 7000 قرية، دونك خل معناها البحث على حلول، منهم الحل هذا اللي هو إنوفون، فيه معالجة حتى للمرحلة ما بعد المرحلة الثالثة اللي هي الرابعة مرحلة. المعالجة الأولى هي تنحي كل ماء وحاجات راسبة وثقيلة، معالجة ثانية هي بالتخمير الهوائي موجودة زادة من كومبيني مع لي ديفيرونت معناها تكنولوجي هي في الانوفاسيون تاع التكنولوجيا تاع البروسيدي ابوك هذا الموجود في بنت صيدات. الثالثه هي المعالجه باستعمال النباتات، احنا عندنا فيه بروفي وعندنا استاسيون اخرى معموله كان بالنباتات بركه، مي هذه المرحله المعالجه الثالثه بركه هي باستعمال النباتات، معالجه تاع المياه بالنباتات وبالميكرو اورغانيزم الحيئات الصغيره اللي موجوده على الجرافي وعلى الراسين تاع لي بلانت يخدموا بعضهم باش يكسروا من التلوث. الرابعة اللي هي عملت لوبجي واللي هي فيها جزء كبير معناها بحث علمي وسورتو المركز هذا الاسبانيولي اللي مقدم البداية في الفوتوكاتاليتي، فما احنا في الشحنة الملوثة مقسومة على ثلاثة، فما ما هي سهلة في المعالجة اللي هي كل ما هي طرق بيولوجية ممكن نعالجوا بها معناها وتتحل الاشكال، فما ما هي صعبة في المعالجة ديفيسيمون بيوديغرادابل المعالجة البيولوجية، ممكن معالجتها بالبيولوجية على عدة مراحل وتتعاود تراسكر برشا مرات. وفما ما هم نسميها احنا بالمعالج شو اسمه الديسيو كالتينية، الشحنة الملوثة اللي تركيبتها صعيبة واللي فيها مثلا ديزونتيبيوتيك اللي تشربها الناس ومن بعد يخرج في الماء الملوث، ولا فيها اللي بولي اورجانيك بيرسيستون، هذوما الملوثات العضوية ما هي سهلة في صعيبة المعالجة ما تتكسرش، حتى كنعديوها على البيولوجي برشا مرات تقعد باقي موجوده في المياه. الفوتوكاتاليتيك مهمتها هي هذا، هي اني مش تقضي على كل قبل كل شيء ما هو باتوجين، ما هو ريسك على الصحه بالبكتيريات ولا الموجوده في وسط الماء في عاده استعمال المياه الذكيه، وفيها تكسر الملوثات انسكتيسيد بيستيسيد انتيبيوتيك وترجعها من بعد نعاودوا نرجعوها للبيولوجي تولي تنجم هي بجوده تعالجها معناها من غير حتى اي اشكال. الطاقه نتاع المحطه كقريه نتاع بنت صعيدان قربت 20 متر كوب في النهار، معناها قربت 5000 متر كوب في العام، معناها كونتور كبيري للإريغاسيون، وعندنا برنامج زاد نتاع هكتار الغرفات احنا على ذمتنا خذيناه باش نعملوا معناها التجارب نتاعنا فيه
على عديد الغراسات، رغم انه فما برشا طلب من الاهالي الموجودين غادي في درب الصعيدات خاصه مع سنوات الشح هذه الموجوده انهم يعاودوا يستعملوا الماء اللي احنا نعالجوه غادي. سي فاضل حبيت نسلك سامحني على المقاطعه، انا نجم الدين العكاري، حبيت على في بعد المعالجه هذه الرباعيه وين تنجموا شنو هي الحاجات معناها الزراعات اللي تنجموا تسقيوا بها الري نتاعها؟ هل هي معناها الا في الاعلاف وفي غيرها ولا في الاشجار ولا شنو هي الحاجات الاخرى؟ وباش كروها التجربه هذه في مناطق اخرى ريفيه على الاقل ولا لا؟ هو راهو بالمعالجه الثلاثيه المياه تخرج صالحه بالمياه نلقيوها في الوسط الطبيعي ولا نعاودوا نستعملوها للريغاسيون بالقانون نتاع 1603 اللي عنده مقاييس وعنده شروط معناها لاعاده استعمال المياه المعالجه في الري في الفلاحه. المعالجه الرباعيه هي اكثر من المواصفات اللي عندنا من القوانين اللي عندنا فيهم حتى مع مطابقات المواصفات الاوروبيه الموجوده في الوقت الحالي. معناها كل ما هي الغراسات تاع الجار مثمره وكل ما هو معناها الغراسات التقليديه اللي يقع سقيانها باللويزي هذه ممكن ما فيهاش حتى اشكال. احنا عندنا الاسباس هذا الهكتار اللي خذيناه باش نمشيو حتى في غراسات اخرى في انه نوعيه المياه المعالجه معناها جيده جدا جودتها اعلى وعلى جودتها أعلى. في ألميريا هذه في إسبانيا شفنا المحطة وتعملت خاطر هما البروسيدور تاع ليزاشات بليك أسهل منا احنا ما تنجمنا عملناها كان ما تعدينا بالعديد مراحل في ليزاشات بليك. اللبنانيين زاد حطوها مي احنا الثانيين راه ماهمش هما الثانيين خاطر هما جوسكا مانتنون ما زالوا معنا يكملوا في الإنجاز تاع المحطة. فعليا احنا تحطت ودارت وقاعدة تعالج في المياه هما مازال تنقور وداير توا قاعدين نحضر مع شيف دافي اليوناني على مشروع ما بعد المشروع هذا اللي هي التعميم نتاع التجربه على الميديتيراني الكل خلاف تونس. دونك فما تجارب باش نقوموا بها غادي كايا على عين المكان وفيها زاد كيف الرقابه على البعد هذا في المشروع الثاني دي سون دو ميزور من لونتري للسورتي للي كومبوزون الكل كايا باش نعملوا الاوبتيميزاسيون تاع البروسيدي معناها بجودو اي التعميم المعلومه على الكاليتي نتاع الماء اللي خارجه للناس كلية على البلاتفورم اللي مش تحط ان شاء الله في البروجي الجديد اذا كان تقبل طبيعي في التمويل من الاتحاد الاوروبي. سي سي نجربوا حتى غراسات من نوع اخر لان التجارب مش نعملوها مش تكون تحت اشراف المركز معناها البطاطا الطماطم الفريز باش نجربوهم احنا باش نشوفو نعملو التحاليل ونشوفوهم الكاليتي نتاعهم معنا كيفاش تكون. واضح. سي الفاضل انا حبيت نسالك وانت تحكي على التعميم هذه المحطه النموذجيه للتطهير اللي هي الاولى من نوعها في تونس على اهميتها فما امكانيه وان تتعمم التجربه على مستوى الاقاليم؟ انت تعرفوا انه نحكيه بالاقاليم مستقبلا اقل حاجه تكون على 3-4 محطات نموذجيه ومتى ان امكن يعني اذا كان في البرنامج. هو ما هذا ما خدرش نور فما هذا الجانب العلمي والتكنولوجي فما الجانب معناها البراتيك نتاع الحاجه نتاعنا احنا في الوسط التونسي في القرى نتاعنا المعالجه نتاع المياه هذه المحطه هذه فيها تكلفه اكثر اعلى شويه من العادي على خاطر فيها المعالجه حتى الرباعيه للجانب البحري. احنا عندنا محطة أخرى زارتها في نفس النهار السيدة الوزيرة باعتماد النباتات المائية برك وأرخص تكلفة بارشة. حطينا الأولى في جوكار عندها توا 2000 من 2005 وفيها بروفي دانفونسيون وفيها معناها جائزة أحسن اختراع في السنوات هذيكية وعملنا ديبليكاسيون تاعها معناها حطينا ستاسيون أخرى في الشبيكة في توزر والزوز قاعدين يخدموا والتكلفة ماهيش غالية في الانجاز نتاع المحطه وفي التصرف فيها. غان جوكار ما حطيناش فيها مين طاز ضو خلينا الماء يصب من بسان لبسان وحده دونك عنده 20 سنه تخدم من غير ضو. هذه التكنولوجيات الاخرى ممكن نقلها معناها بالسهل كي توفر طبيعي برنامج كامل فيه الاعتمادات كما موجود فيما شفتوا من غن في فرنسا ولا في اوروبا ولا قاعدين يستغناوا على تكنولوجيات المعقده باش يمشيوا لتكنولوجيات مستمده من الطبيعه كيما الموجوده في جوكار باستعمال النباتات. التكلفه نتاعها ارخص في الانفستيسمون في الانجاز ومن بعد في المتابعه في الزر ويمكن استغلال المياه نتاعها في الري من بعد ويمكن استغلال النباتات زاد انه نعملوهم بعض السماد ويولي يستعملوه الاهالي كغبار غاديكيه والا كي نزرعوا القصب يستعملوا القصب بوجوده معناها التفييج للحيوانات ولا التسقيف الديار نتاع البيوت اللي عملوهم الحيوانات. دونك فما برشا استعمالات وتتاقلم بالقدام على الوسط نتاعها. دونك الامكانيه موجوده يلزم برنامج كامل فيه اعتمادات البرة مثلا فما حتى في التمويل تاع
تقسيم التمويل معناها فما جزء تقود تتكفل به طبيعي المنطقة كما أي مواطن في المدينة يدفع على اللويزي واللي هي هذيك اللي مثلا هو البلدية معناها البلدية فيها فما جزء فيه دعم من فون تعمله الدولة وفما جزء نجم يكون حتى في إطار قرض من البنك باش نجم يكون يقع الإنجاز ومن بعد معناها يحل المشكلة الأهالي كل ناحية مشكلة بأنه هاك الآبار اللي قاعدة تلوث في الميدان المائية ومن بعد تلقى سكان أخرين ساكنين يستعملوا في الميدان المائية هذيك يا يستعملوا ماء ملوث وتنحي برشا إشكاليات معناها صحية وبيئية. يعطيك الصحة سي فاضل المهيري عايشك مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة على كل الإيضاحات هذه هكي هاوك عرفنا أكثر شنية المحطة التطهير النموذجية وإحنا ما نش خارجين من التكنولوجيا ما نش خارجين من التكنولوجيا وباش نمشي لشركة تونسية للكهرباء والغاز هذه خدمة جديدة للمواطن اللي يمكن تسهل عليه معناها الحياة يعني وقفة ودنيا هذه حاجة خفيفة باش يتم هو الخدمة هذه باش يتم إطلاقها نهار 3 جوان خدمة إلكترونية جديدة لفائدة حرفائها لخلاص فواتير الكهرباء والغاز عبر جهاز الدفع الإلكتروني وذلك في العديد من أقاليم الشركة إطلاق الشركة للخدمة هذه يندرج حسب بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار حرص الإدارة العامة للشركة على الانخراط في المنظومة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتقليص من المعاملات المالية النقدية وضمن رؤية استراتيجية تهدف للاقتراب أكثر من الحرفاء. هو في الحقيقة رأي ماهيش جديدة برشا ولا مهمة برشا التقنية هذه. ما تنقص بالوقت. لا ما تنقصش هي بالوقت. أنا حسب ما فهمت أنه باش بالدي بي يو خير من تشد الصف باش تخلص في الكاسة. لا باش تتعدل الكاسة خاطر الفاتورة كاش تعملها أنت. هذا اللي فاهمينه راه برشا. لا تعطي الفاتورة للعون وهو باش يسجلها في الأورديناتور نتاعو اللي هي خالصة وأنت جوست تعدي واحد مش اللي عن بعد هذاك في حاجة أخرى. هذا تمشي للفرع نتاع ستيك كأنك في المجازان ولا في العطار ولا في حاجة معناها تجي يقول لك راهي فاتورتك فيها 450 فقلت تعطيها 450 تجبدهم له دينارات وراق وواحد وكل تحط كارت وتعدى هذه هي معناها مش كل الحاجه الكبيره ثم اللي عن بعد هذيك حاجه اخرى تحط كارت كنت في دارك ولا في اي مكان ولا في بيروك وتخلص اما هذه التي بي معناها كيما اللي في المجازنات وكيما في الحوانت وفي غيره اما هي تسهل معناها للمواطن اللي ما يتنقلش بالفلوس فيما في جيبه معناها هذا هو هذه معناها ماهيش شكل الحاجه الكبيره اما تسهل صحيح تسهل في عوض انت تهز مثلا خاصه كي تكون الفاتوره منفوخه وديما ولات منفوخه هي الفاتوره في الفتره الاخرانيه معناها مثلا ماش واحد تجيه في المعادلات نتاع 150 حتى ل 300 يحطوا في مكتوب ويهز هاكا فيدو الكارتة هو راه حتى نفسين الكارتة كي تدفع بها كانك ما تدفعش تحس روحك كانك ما تدفعش فلوس نقدا ما تدفعش فلوس نقدا هي باش ترتفع الفاتوره هكا ولا هكا خاطر قادمين على فصل الصيف الصيف نستاهل كل كليماتيزور هي إجراء مهم ما علاش نحكيه مباشرة على خلاص الفواتير كهو احنا ما نحكيهوش على شكون يجي يرفع العداد من أصله نجم الدين نعيمة راهو ما عادش فما أعوان يجي ويرفع العداد باش على ضوء ويقدر قيمة الاستهلاك متاعك يا نجم يعني تلاحظ وحدك أن الفاتورة دائما في نفس المعادلات في نفس المعادلات حتى لو يجيك ظرف وتغادر المنزل باش تمشي تقضي أي قضية وتبقى مثلا شهرين ولا ثلاثة تجيك نفس الفاتورة يعني اليوم الإشكال أنه ما فماش أعوان تخرج على عين المكان وتعاين وترفع العداد وعلى ضوء أنا نخلص اللي نستهلكه اللي صايره أنه دائما تقديري أكثرها تقديرية وبعدين هي واحدة تقديرية واحدة كاملة اي وبعدين شنو اللي يصير انه الدفع يكون الكتروني احنا دافعين الكتروني ولا ماهوش الكتروني دافعين بالرقمنا ولا ما غير رقمنا ولكن اقل حاجة ندفع حاجة استهلكتها هو شيب ثم آلية اخرى تنجم انت مادامك انت ماشي الاستيجمال ماشي تصور العداد نتاعك ولا تاخذ رقم الاستهلاك لمثلث النوامر الاخرانيين وثم زاد التجربه في ستيك من عرش عليها ووصلت هي العداد الذكي اللي يقرا عن بعد معناها من الفرع ولا من الشركه يقراه كل رقم وحريف عنده قدامه في الاورديناتور ويخرج معناها نحن انا معك هي. وانا الشيء هذا نعمل فيه نهز بيدي للعداد ونشوف ولكن هذا مش دوري مش خدمتي يعني. اي مش خدمتك لا ما يعني احنا نحطوا الامور في اطارها هذه ثم ناس تخلص فيهم الدوله يخدموا في الخدمه هذه مش خدمه المواطن انه هو يرفع العداد ويمشي يخلص
يعني ثم ناس تجي ترفع العداد وتقوم بدورها ونخلص، ما عنديش حتى اشكال. وراه حتى الفاتوره التقديريه اللي تجي المواطنين الكل يتشكاو منها، راه خاطر راهي تجي فيها اعداد مرتفعه وتقول لك كيفاش معناها الفواتير ما عادش تجي، حتى الفواتير مرات يعني. لا في بعض المناطق تشد وقت ما تجيش، وحتى كتجي تجيك تقديريه. معناها هو موضوع الحق يلزم واحد مستاق يجينا نحن باش حكينا فيه الموضوع هذا، دخلوا معنا وحكينا فيه. هذا وقت في اخر العام كي عملوا اكل تقسيط لفتره في اخر العام اللي فات، لكن اليوم ثم برشا اشكاليات ما تروح برشا جديد عندهم، خاصه كما قلت لك العداد الذكي هذا اللي نجم يكون حله. ايضا زاد شفنا في عديد المرات وهذا ماهوش معممه، عديد الاعوان نتاع الستاج يجيو للناس خاصه كي باش يقطعوا الكهرباء يتعرضوا للعنف وغيره، واحد والكل زاد هذا نحكيوا فيه زاد ماهوش كان هذايا. الناس برشا ناس كلات تريح بالقدا بالقدا، راهو تعرضوا للعنف في بعض الحياة الشعبية. احنا ضد العنف وضد اي استهداف لموظف اثناء اداء عمله، لكن هو زاد ما يقومش بالوظيفة، ولكن يلزم يؤدي عمله. اي يلزم يؤدي عمله قبل هو يؤدي في العمل بتاعه. وكما كان يقول شهاب هي الفاتوره ما تجيش، هو فما برشا مواطنين نوعا ما هو استهتار يتسمى، كي ما تجيش الفاتوره ما يمشيش، تتراكم عليه الفواتير لين يجيو الاعوان باش يقصوا الضوء ولا يظهر لي يهزوا حتى المنقله الكل يظهر لي باش ما معناها ولا تتهز كلها. معناها هذا اشكال، وكما قال نجم بالحق هذا موضوع كبير والمواطنين الكل يتشكاو منه، والموضوع الكهرباء والاستهلاك نتاع الكهرباء. التشكيات مش كان في الكهرباء، حتى في الشونغيل زاد شونغيل ولا شانغيل؟ قول شونغيل. شونغيل هو ديجا هو موضوع زاد اقترحوها علينا برشا مستمعين. هو لانه من مستمعين اللي خارج حدود الوطن وحتى من جنسيات اخرى. الشانغيل يمكن ما يفهموناش نعيمه. هي العربات اللي ترفع السيارات المخالفه اللي تقف بطريقه غير قانونيه محجرة. فيقع التعامل معها بطريقه قانونيه بطبيعه الحال، هذا ما يضبطه القانون. أي هي الحكاية قانونية، لكن العباد تتشكى من التجاوزات اللي تصير في عملية نقل العربات. برشا قالوا اللي العربات نتاعهم تكسرت، برشا عباد قالوا انهم هما تظلموا في هزين الكهرباء. هذه الإشكال اللي قاعد صاير رغم ان هي عملية قانونية. هي قانونية باش تريق لحركة المرور والاستسيان والتوقف والوقوف في الشوارع. صحيح زاد ساعات واحد يبدا مضطر معناها خاطر ما ثماش بلايص معناها مواقف نتاع سيارات ونتاع غيره. في البلاد في تونس عندنا نقص كبير، هذا خاصة في تونس العاصمة نحكي ومش في البلايص أخرى. وقاعد الشنغيل قاعد يتعمم في عديد المدن الكبرى الأخرى وقاعد يكلف برشا معناها. وساعات فيه تجاوز. تجاوز فيش التجاوز؟ ساعات أنت تحط سيارتك وتمشي باش ديستريبيوتور باش تجيب ورقة تحطها تلقاها حط لك وهزها وخرج معاش تخلط عليه. قداش مرة شفنا بعينينا يبدا يخلط علي. أي وشوف نعطيكم حاجه ساعه قبل ما نكمل على التجاوزات، معناها المردوديه نتاع الاعوان نتاع الشنغال كان جات في تونس ارانا نعملوا في 10% نمو. كان كل التوانسه يخدموا بنفس المردوديه، صحيح ياخذوا في نسبه من المداخيل بعد يظل 9 كراب ولا 10 كراب، العوان ياخذوا في نسبه فيهم. رغم قلت لك ساعات تلقى واحد في وسط الكهرباء ولا ساعات فيها صغير ولا حاجه يشنقلوها ويهزوها ويصير برشا عرك فيها. اليوم ما عندناش زاده تامين على السياره كي تضرب تكون مسكره بالكدا واحد ويكركرها من تاني ولا يهزها. هذاك علاش الاشكاليات تولي هو اذا اردت حل. هو اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. من المفترض لما تحب تطبق القانون وفر المأوى اللازمة الكافية وبعدين طبق القانون. أنا اليوم كهربتي ما عنديش وين نحط الكهرباء وعندي التزامات وضروري جدا نلتحق بالعمل، وين باش نحط الكهرباء يعني؟ فتحب تطبق القانون حط الآليات حتى وإحنا ملتزمين بالقانون بطبيعة الحال. 11:59 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. سمية الفرجاني بعد قليل في تأمين موجز الأنباء، ثم بعد الموجز شرفنا بالحضور المكلف بالإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة سي محمد رابح حجلاوي. كل يوم من 11 الماضي ساعة المشهد الآن.